فهاتي كتسولنا حتى هي على سؤال مهم على الشامبينيون او الفطريات اللي كيكونوا في الجلد. قالت لك انه هي ما كانش فيها هذا المشكل حتى تزوجات حيت الزوج ديالها كان فيه الفطريات هو اللي عادها شي وصفه. الله يجازيكم بخير. نعم فالطريقه اللي قلنا ديال التعقيم ضروريه ديال سؤال مهم الملابس الداخليه ضروري كلها ضروري في الحاله ديالها ودرجلها اكيد لان غير التعرق الى قص كينقل لنا الفطريات. نعم. هذا من جهه. من جهه اخرى غنديروا هذه الوصفه هذه او هذه الكريمه مضاده للفطريات من الدرجه الاولى. غناخذوا فيها زيت الكبريت ماشي الكبريت حيت زيت الكبريت كيتخدم بطريقه طبيعيه. زيت الكبريت معلقه كبيره ديال زيت الكبريت، زيت الثوم معلقه صغيره، زيت الخزامه معلقه صغيره، زيت الزعتر معلقه صغيره. هادشي كامل كتخلطوه في 4 المعالق كبار ديال زبده الكاريتي. تخلطوا هاد الخليط في حمام مريم حتى يتخلط مزيان ويولي خليط متجانس تخليوه يبرد. هاد الكريمه من بعد ما البلاصه اللي فيها الفطريات من الاحسن خذوا خل التفاح. خل التفاح كتمسحوا به ديك البلاصه اللي فيها الفطريات، خل التفاح طبيعي تنشفوه وعاد من بعد دهنوا هاد الكريمه هادي يوميا حتى كتحسوا بان دوك الفطريات ما بقاوش.